السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عتمان زيدات. كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. صباحكم مبروك، بدايه موفقه، عواشركم مبروكه، كنتمنى التوفيق للجميع، والله يسهل على كل الاخوات، وبصحه الناس اللي خداو جليبات، وبصحه الناس اللي وجدوا لهم جليبات ديالهم، وبصحه الناس اللي وصلوا لهم جليبات ديالهم في الامانه. وغادي نبارطاجي معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في الانستغرام الاراء ديالهم، شي حاجه اللي كتفرح ملي كيوصلوا الحويجات للناس وكيفرحوا بهم. وشكرا على الاخوات ولا الناس اللي كيتفرجوا فينا وكيخلوا لايك او لا اعجاب، زر الاعجاب في القناه، هذا كيدل على المحبه ديالكم الصادقه، وكيخلوا كلمه طيبه. عتي راه كنقرا لي كومونتير وكنجاوب الا رديتوا لي البرا، وليت كنجاوب لي كومونتير كاملين وكنسمع لي كومونتير ديالكم كاملين. شكرا لكم كل وحده فيكم قالت كلمه في ام عتمان زيدات، الله يكبر بكم. واليوم ان شاء الله غنكملوا الناس اللي وجدوا لهم حويجاتهم. شحال من وحده كتعيط لي ام عتمان ما شفت جلابيتي. البنات راه ما كاباش دير فيديو طويل باش ما يكونش ممل. اليوم التتيمه ديال كنت غنصور البارح البنات، ولكن ما الوقت ما قدرش نصور. اليوم ان شاء الله البنات غنكملوا، وما تنساوش غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الناس اللي كيبغيو يطرحوا الاسئله، اولا الاخوات اللي باغيين يتعلموا، الناس اللي مبتدئين، الناس اللي بغى يعرفوا، الناس اللي بغى يعرفوا بزاف على هذا الدومين، راه دائما قلت لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نطلب الله ما يكونش شي مانع اللي صعيب اللي ما يخلينيش ندير لكم لايف الخميس البنات. الخميس مع الثمانية غيكون لايف كل خميس مع الثمانية، وحنا كنخدموا في اللايف ديالنا، وفي نفس الوقت كنفكروا كيفاش نطوروا اللايف، كيفاش انه يتحسن وتوصل المعلومه والفكره اكثر واكثر. ندوزوا ان شاء الله للموديلات تاع جليبات اللي كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا كذلك بالاراء ديالكم. والناس اللي قالوا لي ام عثمان راه بغينا في الكوليكسيون يكون فيها الوان غامقه، ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى من الله يقدرنا اننا نرضوا الناس اللي كيبغوا الالوان النيود المفتوحه، الناس اللي كيبغوا حتى الفلاشي البنات، حتى الالوان الفلاشي بحال هذا الغوز، بحال هذا الغوز اللي هنا، حتى هما ان شاء الله الرحمن الرحيم نحقوا لهم المبتغى ديالهم. نبقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم مع هاد الجليبات وندوزوا الاول موديل، وغنبداو باول جلابه اللي هي هذه جلابه بالمسلول. عرفتي سبحان الله العظيم ملي كتهز الريدو بالضوء ديال الله، سبحان الله العظيم بلا فيلتر بلا حتى شي حاجه، شوفوا الالوان كيفاش كتبان، كاين ما احسن من الفيلتر ديال الله. وحق الله العظيم البنات الله يعطينا نور في نور، ويعطيكم كامله نور في نور. هذه جلابه هذه ديال بنت بلادي من اليوسفيه، غنقول الكليان ديالها ربما ما تبغاش كل الكنيه ديالها تسمعها. ها هي لالا ديما كتقول يا ام عثمان وامينه جلابتي كاع ما بانت، وسبحان الله راه كانت مخدومه، كنا كنتسناو غير القميص ديالها. اختاريت ليها قميص بالكري، لان نتوما كتعرفوا ان الغوز فيه شيء كيتواتى معاه الكري بشكل راقي بشكل رائع. مطروزين فيه الكميمات ومطروزين فيه الضوبات سلام رشيمة في الظهر في القب. هذا أول موديل. ندوزو دابا لثاني موديل. بالنسبة لثاني جلابة اللي هي هذه جلابة مطروزة بطبيعة الحال جلابة الأولى البنات جلابة مليفة دمي سيزون مليفة رقيقة مطروزة بالسلال، والثوب الثاني نوع القماش الثاني هذا كريب البنات، هذا كريب مطروز لون في اللون، وفيه الغرزة الفرنسية باللون واحد الكري كري غوز، واحد اللون داخل هو كري غوز، المهم مفهومش اللون ديالو. مطروز فيها الصدر والقب بصحة أم زينب بصحة والراحة. وندوزو لثالث موديل. بالنسبة للموديلات هادو ثلاثة البياسات مولاتهم وحدة، دنيا طنجة عندها جلابة بالمسلول، جلابة بالمسلول بطبيعة الحال القب والكميمات، هذه أول بياسة دنيا طنجة، وعندها جلابة في اللون الأسود بالرمضة بالصديفات ولا بالعقيدات،
وعندها قميص جوهرة براندة. اش كنقول لكم البنات، جوهرة السر ديالها هو الراندة، كتجي رائعة فيها وكتجي فنة. جوهرة براندة، شوفوا معايا، شوفوا معايا، هادي هذا مع هذا غتجي هادو بياس مخير. دابا درا جابتو هي كاع ما عارف اللون اللي اخترت هنايا، هذا الجهه مع هذا تجي دو بياس فنه. وندوزو دابا الرابع موديل البنات، والله ما عقلت دخلت واحد الكليان دابا، ما عقلتش واش قلت لكم الخامس ولا الرابع. المهم هذه جلابه، هذه مولاتها راه كاينه في برا، وغتجي لها شي سيده من العائله ديالها، طلعت لها ديال بيتها فنه تبارك الله. اختارت هذا الموف، هذا الموف البنات راه هو اللي خرج هذا العام. طريزه في الكميمات، درت ليها قميص جوهره، حتى هي جات الفنه تبارك الله. هذه دو بياس. وندوزو الاخر جلابه، هي جلابه دو بياس. هذا هنا قميص جوهرة، هذا هنا قميص جوهرة، وهذا جليبة ديالها مخدومة براندة. شوفوا تبارك الله طلعت فنة، شوفوا الراندة كيف مخدومة، وفيها زواق المعلم طبيعة الحال. هذه جوهرة، والجلابة كخيب جات فنة وجات أنيقة البنات، جات رائعة. وهذه هنا جلابة كريب، هذا كريب ديال المحل البنات، مخدوم بالطرز الرباطي، مطروس فيه الصدر ومطروزي الكميمات. كي جاكم البنات هذا اللون هذا، ندير لكم في الكوليكسيون ديال هذا. كي جاكم شكون اللي كيبغي البلوسيال؟ صراحة اللون حتى هو جا فن تبارك الله، حتى التدخينة ديال الألوان جات فيه غزالة. كانوا هادو هما الموديلات اللي قدرت نصور لكم هاد النهار تاع اليوم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وكنتمنى لكم السعادة والهناء والشفاء وطول العمر. وان شاء الله راه باقيين تقريبا شي 3 دفعات غادي نصورهم، عاد واحد القفطان راه جا. المهم داكشي اللي وصلني ولا اللي واجد، هانتوما تبارك الله راه باقي. البنات هذوك اللي حدا البيرو راه كلهم ديال ماليهم، انا قربت نحيد الحوايج ديال ماليهم، عاد غنبدا نصور لكم جليبات البيع ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، كنشكركم على التعليق ديالكم، وما تنساوش الاخوات ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا مع 8 غيكون لايف، ماشي في الانستغرام البنات، لايف في اليوتيوب. غنشوف كيفاش غيكون لايف في اليوتيوب، يعني لا هو الانستغرام باش زوينه كتقدري تطلعي شي واحد اللي بغى يطلع ولا بغى توري خدمتها اشنو كتطراز ولا. اما اليوتيوب راه بطبيعه الحال نتوما كطرحوا الاسئله وانا كنجاوب. موعدنا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع 8، كونوا في الموعد. الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.